كوريا استبدلت أكثر من لاعب في تشكيلة الفريق. محاولة وفيها عقوبة، فيها عقوبة جيبة بالفعل، إشارة واضحة للحكم الفرنسي، أعطى إتاحة الفرصة، ولكن مع الضربة هذه تشتت أي لاعب مصوب، بالتالي حصل على رمية 7 أمتار، رجع للعقوبة على اللاعب الياباني اللي احترم القرار وخرج من أرضية الملعب. شوف الضربة، هذه الضربة أثرت على اللاعب.